تناقلت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن تعرض محام صيني للتعذيب أثناء احتجازه. حول الوقوف على حقيقة هذه القضية، مراسلنا تابع وأعد لنا التقرير التالي. أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن محاميا صينيا يدعى شيان تعرض لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازه، ومن أجل الكشف عن الحقيقة أجرى مراسلنا مقابلة مع المحامي في اليوم 27 فبراير داخل مركز الاحتجاز بمدينة تشانشا بمقاطعة هونان الصينية، حيث تم احتجازه بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. وكان شيان قد حرض الجمهور على أعمال الشغب في محكمة بمدينة تشانشا أثناء جلسة محاكمة بقضية تتعلق بنزع الملكية، كما أكدت الشرطة عقب التحقيق معه أنه يشتبه بتورطه في أعمال تقويض سلطة الدولة. وحول الأخبار التي تفيد باستدعاء سيارة الإسعاف بسبب إصابته بجروح في القدم نتيجة التعذيب والضرب، قال الشيكان لمراسلنا إنه تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى المركز لأنه كان مريضا ويرتجف جسمه وليس بسبب إصابته بجروح، وقد طلبت الشرطة سيارة الإسعاف للتأكد من صحته. وكشف تحقيق المراسل أن محاميا تم إلغاء رخصته سابقا كان وراء الادعاءات الكاذبة بشأن تعرض شيان للتعذيب، وألقت الشرطة على المحامي الذي يدعى جيان تيان يون في نوفمبر عام 2016 بعد شرائه تذكرة القطار ببطاقة هوية مزورة. وكشفت التحقيقات اللاحقة معه أنه يشتبه بحمل ملفات أسرار الدولة والتحريض على تقويض سلطة الدولة، واعترف جيان بإعداد أخبار كاذبة بشأن تعرض شيان للتعذيب أثناء فترة احتجاز الأخير وإرسال تلك الأخبار إلى المؤسسات الإعلامية الأجنبية وبعض الدبلوماسيين الأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ملاحظته أن وسائل إعلام غربية ترغب في تغطية سلبية حول الصين في مجال حقوق الإنسان لتشويه صورة الصين. وقال جيان إنه يرغب في كسب السمعة لدى وسائل الإعلام الغربية من خلال نشر هذه الأخبار المشوهة للصين، معتقدا أن ذلك سيجلب له المصالح. أعترف بأن كل هذه الأخبار كاذبة ومزورة، وأن الذي قام بتزويرها لم أرى شيئا من قبل، قمت بالنصوص. وأثارت قضية شيان اهتماما بالغا من النيابة العامة في مقاطعة هونان، حيث أسست فريقا خاصا للتحقيق في القضية. وأكدت النيابة أن الفريق قام بزيارات ميدانية لمركز الاحتجاز وشرع بتحقيق مع رجال الشرطة والعاملين المعنيين في المركز والمحتجزين برفقة شيان، وأظهرت نتيجة التحقيق أن شي لم يتعرض لأي تعذيب أو إساءة. هذا وأكد جيان تيان يون خلال المقابلة مع مراسلنا أنه يعتذر لشيان عن تزويره لأخبار تعرض الأخير للتعذيب، معربا عن نيته في تصحيح أخطائه، كما تمنى لشيان أن يصحح أخطائه أيضا للعودة إلى العائلة والمجتمع في أسرع وقت ممكن.